الآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية، نعود فيها مرة أخرى إلى رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا يوسف، شكرا إيمان. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الجولة الجوية. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، جنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 26 والصغرى 16 جو معتدل، الإسكندرية 23-15، مطروح 21-13، بورسعيد 21-13. أما محافظة الإسماعيلية العظمى فيها 26 والصغرى 15، محافظة السويس العظمى فيها 25 الصغرى 14، العريش 26-15، طابة 23-14، شرم الشيخ 27-17، أما الغردقة العظمى فيها 23، أما الصغرى فيها 15، محافظة الأقصر العظمى فيها 28، الصغرى فيها 15، أسوان 29-16، الوادي الجديد 27-15، شلاتين 28-17، أما حلايب العظمى فيها 25 والصغرى 18. والآن مشاهدينا نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.